تطوي هذه الجدران آخر فصول الحكاية المغربية التي قبضت على جثث ضحايا لا أنفاس فيها ولا حياة، فقد قصت الطبيعة على مناطق واسعة في وسط البلاد، فتحولت بعض المناطق إلى ساحات خراب لا تبقي ولا تذر، وضعت عدداً من السكان في مواجهة الموت، بينما لا يزال الناجون مأسورين بين قضبان الكارثة. تشق هذه الآلية طريقها بين الجثث، حاملة لواء البحث عن أنفاس تخنقها أكوام الأنقاض المتكدسة. ساعات عصيبة لم يستفق منها المتضررون في مناطق جبلية نائية إلا على غضب فجرته الطبيعة، انقض فيها ارتطام صفائحها بقسوة على أرواحهم وممتلكاتهم، ودمر جزءاً كبيراً من منازلهم. الناس باقي يقلبوا على والديهم، مازال ما لقاوه، كل شيء طاح عليهم، والجبال والديور وما كاين منين دوز، انت باقي يصرحوا في الطريق. الماكله المهم، الماكله غير كدوي لي انا نسنوه ورا والو، حتى المهم المعيشه كدي راه ندوز تقمي تشق بزاف في الخطر تريب كله. بعيون خائفة ترافق هذه الفتاة ليلى مراكش الطويل، فجروح الزلزال الدامية التي نالت من منطقتها القديمة حولتها إلى ما يشبه ميدان حرب أظهر هول الدمار، دمار أجبر الآلاف من سكان المدينة على المبيت في الشوارع. أنا والدراري ولادي مفزوعين، ما حبش نخليهم ونمشي للعمل ديالي، بقيت معاهم. تشوف المنازل اللي هايبة وتشوف الناس النحر، الناس مؤلمة كثير، والله مؤلم يا أخي. ثواني الزلزال المدمرة التي حسبها المغاربة دهراً حولت وسط البلاد إلى خلية نحل لتقديم أعمال الإغاثة عبر نشر وحدات للتدخل وطائرات ومراكز لوجستية لتقديم الدعم للمتضررين يقودها الجيش المغربي، بالتزامن مع توجيهات ملكية بتعزيز فرق البحث لتسريع إنقاذ الجرحى وتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج لإعادة البناء.